السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سوف نقوم بإنجاز التمرين الأول للامتحان الجي أو 2018 جهة تمرين الله وخليفة. إذا في السؤال رقم واحد قالوا لنا إلى حل معادلتين، حل معادلة جوج إكس ناقص جبر 3 يساوي صفر، وإكس ناقص 3 عامل إكس إكس يساوي صفر. إذا نقوم بحل المعادلة الأولى لدينا جوج إكس ناقص جبر 3 تساوي صفر. أش كيعني هذا؟ يعني كندوزو نخليو الوجه على اليسار ندوزو العدد اللي هو جذر 3 على اليمين. اذا كانت ناقص مشات ليه ولات زائد، يعني ان اكس كتساوي جذر 3 على 2. اذا حل المعادله هو جذر 3 على 2. بالنسبه للمعادله الثانيه لدينا ماذا؟ لدينا اكس ناقص 3 عامل x زائد 6 تساوي صفر. عفوا، فاش يكون عندنا هذا النوع ديال المعادلات اللي هما بهذا الشكل، كيكون عندي عاملين وكل عامل بين قوسين يحتوي على المجهول x، اش كندير؟ كيكون عندي عاملين، هذا راه عاملين، عامل في يعني في، فاش يكون بحال هكا تنقول بان احد طرفي هاد العاملين، احد العاملين خصو يساوي صفر. اذا خاص اكس ناقص 3 تساوي صفر او اكس زائد 6 تساوي صفر. ثم اقوم بتحويل او دي ناقص 3 لديك الجهه تولي زائد 3، او اكس كتساوي زائد 6 دوز دي تولي ناقص 6، ومنه حل المعادلة ومنه للمعادلة حلين، للمعادلة حلين هما 3 وناقص 6. بالنسبة للسؤال اللي جا من بعد، حل المتراجحة هي كالآتي. السؤال رقم 2 لنحل المتراجحة هي 4 إكس زائد 8 أكبر ما تساوي 2 إكس. شنو كتعني هادي؟ يعني بنفس الطريقة اللي كنحل بها المعادلة، كي تغيير الرمز تساوي بالرمز أصغر أو أكبر. صافي، هذا هو الفرق ما بين المعادلة والمتراجحة. ما تغيير الرمز فاش يكون العدد المرتبط بإكس في الأخير فاش كنوصلوا النتيجة، أنا نشرحها فاش نوصلها في الأخرى، نوصل إن شاء الله تعالى وغنشرحها لكم. عندنا 4 إكس ناقص 2 إكس، نشرح لكم المعنى ديال الإشارة فاش كتغير الرمز، فاش كيتقلب الرمز، غادي نشرحها في الأخير فاش نوصلوا النتيجة، ما نهضرش عليها دابا. إذا ناقص 2 إكس زائد 2 إكس دوز دي تولي ناقص 2 إكس، زائد 8 دوز دي تولي ناقص 8. لاحظتوا بأن كنقوم بنفس العملية اللي كنت كنقوم بها في المعادلة، المجاهيل كيدوزو الجهة والأعداد كيمشيو الجهة، يعني 4 إكس ناقص 2 إكس هي 2 إكس أكبر أو تساوي ناقص 8. اللي قلت بعد قليل شنو قلت؟ قلت بأن كيوقع تغيير الرمز، فوقاش كيتقلب الرمز؟ تيتقلب الرمز إذا كان هذا العدد 2 عدد سالب، يعني ناقص 2. بمعنى كون كان عندي ناقص 2 اكس اكبر من تساوي ناقص 8، غادي ندير اكس اصغر من تساوي ناقص 8 على ناقص 2. شنو درت هنا؟ هنا يقلب الرمز. علاش كيتقلب الرمز؟ لان العدد المرتبط باكس سالب. اما اذا كان موجب بحال الحاله اللي عندنا هنايا، اذا كان موجب تيبقى الرمز هو ما تيتغيرش. كندير اكس اكبر من ان تساوي اكس اكبر مساوي ناقص 8 على 2، اللي هي اكس اكبر من او يساوي ناقص 4. ومنه حل المتراجحة هي الاعداد الاكبر من او يساوي طبعا الحال ناقص 4. وهذا نكون حليت المتراجحة ديالي طالبين مني. وأقدر نقول إن شاء الله تعالى
قد انتهيت من سؤالين واحد واثنين. سوف انا ان شاء الله تعالى غادي نجيو في السؤال رقم 3 نحلو فيه الماء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.